على عكس المجموعة اللي جاية اللي هتحمل معاها ذكريات حلوة عن المرحلة دي، بغض النظر عن النتيجة اللي هيحصلوا عليها. فالبسمة والفرحة ما فرقتهمش من لحظة ما اتجمعوا. بما أنه جزائر فلسطين، جزائر فلسطين فلسطين، جزائر فلسطين بالجانب، وإحنا بيناتهم قصة حب، قصة عشق بين جزائر فلسطين. جزائر فلسطين، إحنا فريق جزائر فلسطين. تفضلوا. Yeah.
وهون مزبوط هون خلاص قرار نهائي. طيب غير هيك ما رح ما رح يمشي الحال. انتوا الخمسه بتكفوا. كنا مرعوبين من هاي اللحظه والحمد لله اجت وارتحنا. فريق جزاء ستي ان شاء الله رح يضل النهايه. يا رب يا رب.